بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثاني الثانوي، نستكمل معكم دروس مقرر رياضيات 3 والدرس الثاني العلاقات والدول. في هذا الدرس سوف نتذكر مفهوم الدالة. الدالة هي علاقة يرتبط فيها كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط في المدى. تمام، نجي نتكلم النهاردة على موضوعنا الأساسي اللي هو الدالة المتباينة. إيه هي الدالة المتباينة؟ قال هي دالة يرتبط فيها كل عنصر من المجال بعنصر مختلف من المدى. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لا يمكن أن يرتبط عنصران من المجال بالعنصر نفسه من المدى. يعني ما لقيش عدد سالب واحد ولا عدد تاني 5 مرتبطين بعدد واحد وليكن 3، ما ينفعش. يبقى في الحالة دي لا يمكن أن يرتبط عنصران في المجال بالعنصر نفسه. عندنا الأمثلة، هنشوف الأمثلة على ذلك. 4 أنواع من الأمثلة. النوع الأول أزواج مرتبة، النوع الثاني اللي هو التمثيل بالشبكة التربيعية، النوع الثالث المخطط السهمي، آخر نوع مكتوبة في جدول العلاقات مكتوبة في جدول. نبدأ بالنوع الأول اللي هو أزواج مرتبة. أول مثال على الأزواج المرتبة بيقول يحدد مجال كل علاقة فيما يأتي ومداها، وبين ما إذا كانت دالة أم لا، وإذا كانت دالة فهل هي متباينة أم لا. نشوف المثال. أزواج مرتبة، طبعا على إيدك اليسار إكس سالب واحد، اليمين واي 5. ده بالنسبة للعلاقة مكتوبة في أزواج مرتبة. نقول المجال في الحالة دي هو قيم إكس. قيم إكس اللي هي على جهة اليسار اللي هي سالب 1 2 3 6. يلاحظ وانت تكتبهم بترتيب بدون ترتيب، أهم حاجة لا تزيد عدد ولا تكرر عدد، لا تزيد عدد ولا تكرر عدد، يعني ما تجيبش عدد من عندك ولا تكرر العدد، تكتبه مرتين. نشوفهم كده مع بعض، سالب 1 2 3 6. بالنسبة للمدى هو قيم واي، المدى قيم واي، انتبه لقيم واي. في الحالة دي يبقى اكتب الاحداثي واي اللي هو جهة اليمين في الزوج المرتب. نبدأ مع بعض، هتلاقي 5 7 سالب 4 0. انبه على حاجة مهمة تاني مرة تانية، انه انا اكتب العناصر بدون تكرار ولا بدون زيادة. نبدأ نشوف هنا في عدد الأعداد في المجال، سالب 1 2 3 6، حتى تتكرر؟ لا يا أستاذ. يبقى إذن العلاقة دالة، يبقى نقول كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد فقط من المدى، لأنه ما حدش تكرر. طيب في حد تكرر في المدى؟ 5 7 سالب 4، معناها ما تكررش. ما دام ما تكررش يبقى معناها العلاقة دالة ومتباينة، لأنه كل عنصر في المدى ارتبط بعنصر واحد فقط في المجال. أو نقدر نقول التعريف، لأنه لا يمكن أن لا يوجد عنصران في المجال ارتبط بالعنصر نفسه في المدى أو من المدى. نشوف النوع الثاني اللي هو المخطط السهمي. المخطط السهمي، أسف، المخطط السهمي. شايف انت قدامك المخطط السهمي مرسوم، اللي على ايدك اليسار اللي طالع منه السهم المجال، اللي طالع اللي واصل لي اليه السهم المدى. نبدا نكتب المجال اللي هو طالع منه السهم 3 5 سالب 9، المدى اللي هو قيم واي اللي وصل اليه السهم سالب 7 سالب 5 11 13. في هنا نبص كده ان العنصر 5 خرج منه سهمين، يعني من البداية أقول العلاقة ليست دالة، لأن العنصر 5 ارتبط بالعنصرين سالب 7. نشوف المثال الثاني على المخطط السهمي. بالنسبة للمخطط السهمي قدامنا واضح المجال اللي هو قلنا خرج منه سهم اللي هما سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 8. أما المدى اللي وصل إليهم السهم، يبقى في الحالة دي ناخد المدى 0 2 4 6، قلنا بترتيب بدون ترتيب، ولا تزيد ولا تكرر، لا تزيد ولا تكرر. هنا لاحظ انه كل عنصر في على ايدك اليسار اللي هو المجال لم يخرج الا منه غير سهم واحد، لم يخرج منه الا سهم واحد، يعني ما فيش حد خرج منه سهمين. حلو كده، يبقى في الحاله دي نقول العلاقه
دالة، لأن كل عنصر من المجال ارتبط بعنصر واحد فقط في المدى. طيب أما نأتي في المدى نلاقي الستة ارتبط بها عنصران في المجال اللي هما سالب واحد وثمانية، يبقى في الحالة دي وليست متباينة لأن العنصر ستة ارتبط بعنصرين في المدى، تمام؟ اللي هما العنصرين، العنصر ستة في المدى ارتبط بعنصرين سالب واحد وثمانية في المجال. نشوف آخر رسمة اللي هو المخطط السامي كده، ثلاثة كفاية كده. آدي اللي تلاحظ في المجال، نكتب المجال الأول اللي هو خرج منه السهم 2 4 سالب 8 3، المدى اللي وصل ليه السهم سالب 6 سالب 5 9 12، قلنا بدون تكرار وبدون سيادة وبدون ترتيب زي ما يعجبك. في الحالة دي نجي نقول كل عنصر خرج منه سهم واحد يبقى العلاقة دالة، لأن كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد في فقط في المدى. هنا لا يوجد عنصران من المجال ارتبط بعنصر، يعني ما فيش عنصر وصل في المدى وصل ليه سهمين، يبقى في الحالة دي نقول عليها وهي متباينة لأن كل عنصر في المدى ارتبط بعنصر واحد فقط من المجال. نجي نشوف النوع الثالث اللي هو التمثيل البياني. بالنسبة للتمثيل البياني نفس السؤال، أول حاجة لازم أطالع على النقاط، لما أجي أكتب المجال أطالع على النقطة وأروح جهة محور إكس. يعني أنا مثلا عند النقطة دي عاوز أجيب إكس اللي هو قيم إكس، أطلع بيها خط كده فوق ألاقيها قابلتني عند الخط الرابع بس من جهة اليسار يبقى سالب 4، أخذ النقطة الثانية طلعت فوق يبقى عندي سالب 2 عند الخط الثاني، في نقطة فوق أهو أنزل بيها يبقى اللي فوق هنزل بيها ناحية إكس يديني سالب 1، أروح كاتب الإحداثيات كل نقطة اتجه بها ناحية محور إكس سواء من أعلى أو لأسفل في الحالة دي واكتب المجال. أدي المجال بتاعنا اللي هو النقاط اللي موجودة عندي سالب 4 وسالب 2 وسالب 1. نأتي بعد كده للمدى، المدى وقلنا قيم واي، طب أعرفها إزاي؟ أمسك النقطة بدل ما كنت أتجه لمحور إكس أتجه لمحور واي، هلاقيها قابلتني الخط الثالث من أسفل يعني سالب 3. هنا النقطة الثانية جابتني الخط الثاني من أسفل يعني سالب 2. النقطة اللي من جهة اليمين برضه أروح ناحية محور واي قابلت سالب 1، وهكذا وأكتب قيم المدى. في الحالة دي يا أبطال يبقى في الحالة دي لما أجي أجيب المجال، آخر كلام أقوله عشان هكتبه بعد كده بسرعة، أتجه ناحية محور إكس سواء من أعلى أو من أسفل، أما في المدى أتجه ناحية محور واي سواء جهة اليمين أو جهة اليسار، لو النقطة يمين أروح جهة اليسار، لو يسار أروح جهة اليمين، وأعين النقطة وأكتب المدى والمجال. هنا بعد كده أبص في الخطوط الأفقية، الخطوط الأفقية والخطوط الرأسية، أبدأ بمين يا أستاذ فيهم؟ أبدأ بالرأسي طبعًا عشان هو اللي بيحدد العلاقة دالة أم لا. أبدأ بالرأسي ولا نقطة ولا خط رأسي عليه نقطتين، أبص طالع كده ألاقي ولا خط رأسي عليه نقطتين يبقى العلاقة دالة. طبعا بكتب التعريف لان كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد، لكن انا بقول لك عشان تريح نفسك كل خط راسي اطالع فيه. واحد يقول لي طب فينا خط راسي ما عليهوش نقطه، احنا قلنا في العلاقه بعض العناصر وليس كل، فانت اللي موجود عندك تبص على الخط ده كم نقطه عليه؟ نقطه واحده. الخط ده كم نقطه عليه؟ نقطه واحده. الخط ده نقطه واحده، وهكذا. يبقى في الحاله دي العلاقه ده اطالع على الخط الافقي، لو لقيت برضه كذلك نقطتين يبقى ليست متباينة، كل خط أفق عليه نقطة واحدة يبقى في الحالة دي زي الشكل ده أقول هي متباينة. نبص على الرسمة الثانية نوضح المجال، قلنا نتجه ناحية محور إكس يديني القيم سالب 4 سالب 2 سالب 1 وهكذا. المدى أتجه ناحية محور واي جهة من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين يديني المدى سالب 3 سالب 2. أجي أطالع على الخطوط الرأسية، هنا نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة، كل خط رأسي عليه نقطة واحدة يبقى العلاقة دالة، تمام؟ أجي عاوز أتكلم عن المتباينة، أطالع على الخط الأفقي نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة، هنا وقف يا أستاذ، هنا في نقطتين، يبقى نقول وليست متباينة، وليست متباينة، لأنه هنا يا أستاذ عليها نقطتين، حلو كده؟ نشوف الخط المسألة الثالثة، الشبكة التربيعية الثالثة، يبقى كده ثلاث أمثلة على الشبكة التربيعية. مين يقول لي؟ ممتاز ممتاز طارق. المجال
سامع زميلك بيقول نتجه بالنقطة لأسفل لأعلى جهة محور إكس يديني سالب 4، النقطة الثانية اتجه ناحية جهة محور إكس يديني سالب 2، النقطة الأعلى اتجه ناحية محور إكس يديني سالب 1 وهكذا. حلو ممتاز بارك الله فيك. المدى قال ناخد النقطة نتجه ناحية محور واي، أدي على اليسار يبقى اتجه يمين، أدي محور واي يديني سالب 3، أدي على اليسار اتجه جهة اليمين ناحية محور واي يديني سالب 2، أدي يمين اتجه ناحية يسار المحور واي يديني سالب 1، واروح كاتب العناصر بالشكل ده يديني المدى. هنا ابص على الخطوط الرأسية، ادي ولا خط رأس هنا كما بطل نقطة واحدة، وادي هنا خط رأسي نقطة واحدة، هنا مفيش خالص مالكش دخل بيه، هنا في نقطتين. يا استاذ هنا نقطتين، يبقى ليست، نقول ايه في الحالة دي؟ ليست دالة. طب اتكلم عن المتباينة اقول لا خلاص، لانه تعريف المتباينة لاحظ هنا النقطة 2، النقطة 2 اهو هنا اللي هو محور اكس مرتبطة باتنين فوق محور واي، ومرتبطة بسالب 1 محور واي. ففي الحالة دي العنصر 2 مرتبط باتنين، يبقى في الحالة دي نقول ليست العلاقة ليست دالة، وبالتالي ما نتكلم عن المتباينة. تعريف المتباينة هي دالة وبعد كده نكمل عليها، ليست دالة يبقى نسكت ونحترم نفسنا. نبدأ نشوف الملاحظة اللي قلناها في الرسم، قال لك يمكن اختبار الخط الرأسي مع العلاقات المتصلة والمنفصلة لمعرفة العلاقة دالة، يبقى مبدأ بالخط الرأسي، بعد كده ببدأ بالخط الأفقي لمعرفة الدالة متباينة أم لا. لاحظ أنا قلت لمعرفة الدالة متباينة أم لا، لازم بعد ما أعرف إنها دالة أبدأ أستخدم الخط الأفقي، طلعت ليست دالة أوقف وما كملش مع الخط الأفقي. ده بالنسبة لي كل موضوعنا في الدرس الثاني جزء منه، نستكمل ان شاء الله الحصه الجايه بعد ما نشوف الواجب. انا خليت لك اسئله التحقق من فهمك سؤالين خفيفين صفحه 19. بمشيئه الله تعالى نلتقي بكم في تكمله الدرس الثاني، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.